أطلق معهد البحرين للتنمية السياسية فعاليات الدورة التدريبية بناء قيادات شبابية، والتي تأتي ضمن المرحلة الأولى من برنامج رهان المستقبل في نسخته الثانية. ويهدف البرنامج إلى إعداد كوادر شبابية متمكنة للوصول إلى قبة البرلمان في المستقبل، وتمكين وتثقيف المشاركين بالمسيرة التنموية الشاملة التي يقودها جلالة الملك المعظم، وللتعريف بأهداف التنمية المستدامة وعلاقاتها بالرؤية الاقتصادية للمملكة 2030. وتطرق البرنامج إلى عدد من المحاور والتي تضمنت مفهوم القيادة والقائد وأهميتهما، وأشكال ومتطلبات القيادة، والفرق بين القيادة والإدارة، وصفات القائد الناجح ودوره في بناء الوطن. كما يسعى البرنامج إلى تدريب المشاركين على العمل الجماعي وتقديم المبادرات والاقتراحات التطويرية والإبداعية، ومدهم بالمهارات والمعلومات ليكونوا قادرين على تحمل المسؤولية الوطنية، بالإضافة إلى تنمية المهارات القيادية وتعزيز ثقافة الحوار وتبادل الرأي وتأهيلهم للانخراط في العمل السياسي الوطني. طبعا برنامج رهان المستقبل يعتبر من أهم البرامج اللي يسعى معهد البحرين للتنمية السياسية إلى تقديمها لتمكين الشباب سياسيا، وهي كخطة ضمن خطة الاستراتيجية للمعهد يهدف إلى إعداد كوادر سياسية شبابية قادرة على إثراء العمل السياسي والبرلماني في المستقبل، ونطمح من هذا البرنامج إلى تعزيز وتنمية الوعي لدى الشباب في الثقافة السياسية والقانونية والدستورية. أنا سعيد بمشاركة اليوم مع معهد البحرين للتنمية السياسية في مشروع رهان المستقبل أو برنامج رهان المستقبل النسخة الثانية منه. راح أتكلم إن شاء الله اليوم مع المشاركين عن جانب القيادة، وهو موضوع ممتع في حد ذاته، ولكن إن شاء الله راح نتكلم عن أوجه محددة. بنتكلم عن ما هي القيادة، شلون تأثيرها على الفريق، شلون ممكن يساهم في تطوير الذات وتطوير الأفراد المشاركين اللي هم من خيرة الشباب البحريني اليوم معنا، وأيضا أنماط القيادة على حسب المواقف المختلفة اللي يمرون فيها. طبعا أنا سعيد جدا بالجهود اللي قاعد تبذلها أو يبذلها المعهد في سبيل تطوير الشباب والكفاءات البحرينيين، على أساس يلعبون دور مهم في الحياة اليومية وفي رفعة وازدهار مملكة البحرين.